أما هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا المميزة وضيفتنا الجميلة والصغيرة ذات موهبة جميلة أيضا، آلة الكمان، العزف على الكمان، تعزف لكن بطريقة مختلفة، تأثرت بالطرب والأصالة والأغاني القديمة، لها حس خاص، بتعزف تقريبا من 5 سنين. خلونا نتعرف سوا على حنين ماضي. يسعد صباحك يا أهلا وسهلا فيكي. صباحك، صباح الخير حنين. صباح النور. يعني خلينا هيك نبلش أول شي نتعرف أكثر عليكي، قد إيه عمرك؟ إمتى بلشتي بعزف آلة الكمان؟ عمري 15 سنة، صف تاسع، بلشت كنت صف رابع من 5 سنين. أنا هي كانت موهبتي وأنا وصغيرة، بحب إني أعزف على الكمان. شو فينا نبلش هلأ من الدغري بمعزوفة تعزف لنا إياها؟ قديش كان في ناس لفيروس؟ يلا. كتير حلو، ويمكن بتقول غنية ما حدا ناطرني، بس أنا بتوقع إذا حدا بيسمع بيقعد بينطر وبيشوف شو في لسه عند حنين. حنين، ليش اخترتي آلة الكمان بالذات؟ آلة الكمان آلة مليانة إحساس، بتقدر إنك تترجم اللي بد، يعني إنه الشخص اللي بده يعزف بتقدر تترجم إحساسه بالعزف. هي بتتميز بصوتها الحاد، مليانة، بتحسيها إنه بتميل للأنوثة أكثر. و تحسيها بس آلة صعبة، يعني الآلة كمان بدها فعلا تدريب ووقت. قديش أخذ يعني منك هيدا الشيء بحياتك على مدار 5 سنين؟ ما في شيء صعب بالتدريب. طلعت أنا سنة تقريبا اتدرب منيح لحتى صرت شوي، بعدين انضميت لفرقة أرجوان ومنها اتطورت وصرت لهم. حنين، في كتير يمكن بالذات بعزف الكمان والبيانو بالعالم، في كتير حفلات بتكون فردية، العازفين مشهورين بيعملوا حفلات، وممكن بسهولة هلأ صار الشخص يشوف هاي الحفلات ويحضرها إذا ما كان موجود بهاي البلد على الإنترنت. قديش شفتي يمكن وتعلمتي من هاي الأساليب، وخصوصا كل فنان بيكون له أسلوب معين حتى بيعزف آلة الكمان؟ ايه بلا، قالت لي كمان البيانو بيرافقه، بيشكلوا اثنيناتهم مع بعض ثنائية حلوة، ثنائية حلوة، وبيعطوا انغام كتير حلوة، بتقدر انه تطرب المستمع،
تجذبه ليسمع أكثر. طيب خلينا نسمع شيء ثاني، شو محضرتي لنا كمان؟ فكروني لأم كلثوم. يلا. يعطيكي ألف عافية. عن جد يعني ما بدي تخلصي، ما بدي أسأل، نضل عم نسمع عزفك الحلو. يعني كتير متأثرة أكثر بالناس اللي بيغنوا بالأغاني أكثر من الموسيقيين، فينا نقول هلا أنا ميل على الشرقي أكثر، لأنه من زمان إنه كل الأغاني القديمة هي الأغاني الطربية أكثر. يعني مثلا أم كلثوم هي فن وهي أم الطرب، ميل للعزف لاغانيها والاغاني كثير مثل من زمان، بحسهم بحب القديم اكثر. ايه قديش بيأثروا فيكي يمكن؟ ويعني وعشر سنين عم تقولي بلشتي كمان بعمر صغير مختاره نوع من العزف كمان صعب، يعني قالت كمان صعبه، الشرقي القديم صعب، يعني كمان هيك مميزه حتى باختياراتك. ام كلثوم واللي غيرها كثير عندهم احساس وفن مرهف، الكل بيحب انه يعزف وما الكل بيقدر انه يعزف باحساسهم. هنن صح كثير صعبين، بس ما في شيء صعب، كله بالتدريب وبيزبط. هلا قديش اهلك بيكونوا مبسوطين من هالاختيارات؟ هلا دائما الاهل اكيد بدنا نوجه لهم تحيه، هن بيكونوا داعم لكل موهبه، قديه بيكونوا مبسوطين بهذا الاختيار انه انت عم تاخذي فن وطرب اصيل؟
ايه بلا، هنن اللي شجعوني لأصلا انه اكون انا عازفه واعزف لهذا النوع من الطرب وعلى الكمان لانه عاده الاهالي بتلاقي بيتضايقوا من اختيارات اولادهم، فهي مختاره شيء حلو، مختاره شيء مختلف. خلينا نسمع شيء ثاني. شو بتحبي تسمعينا؟ مهما يحاولوا يطفوا الشمس لميادة الحناوي. يعني سلم العزف هذا، ما بعرف شو بدي اقول لك، بس عن جد عزفك كثير حلو. شكرا. ونحن كثير مبسوطين بكل ما بدنا الوقت يخلص بكل معزوفه عم تعزفيها. شكرا. طيب بالختام خلينا نتمنى لك التوفيق. شو بتحبي توجهي يمكن كلمه لكل الناس اللي عم يتابعونا؟ لاهلك، انت عم تدرسي ومع ذلك عم تحاولي يمكن تحققي طموحك، تمارسي هواياتك، قديش فعلا يمكن بالتنظيم واختيار الوقت الصح فيكي فعلا تعملي شيء. بنظم وقتي بين دراستي وعزفي. بعزف انا كل يوم ساعه ونص بس ارجع من المدرسه، حابة انه هي فترة استراحة لإلي من بعد المدرسة، وساعة ونص قبل ما انام لأنه بالليل فترة هدوء وراحة، وبتكوني تعبانة كل النهار وبترجعي انه بتحسي بترتاحي، وبرجع بيعطيكي الكمان والعزف تفاؤل يعطيكي طاقة حيوية. تمام. بتنامي وانتي مرتاحة وبترجعي بتفيقي ثاني يوم الصبح نشيطة. أكيد. وبدنا نتشكرك، نتشكر وجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. أنا بحب أوجه تحية للأستاذ وسام ونص وبتشكره، هذا المايسترو تبع فرقتنا، فرقة أرجوان. أكيد بدنا نوجه له تحية ولكل الفرقة فردا فردا نوجه له تحية. من حنين ماضي بدنا نتمنى لك التوفيق، إن شاء الله هيك بنشوفك عازفة مهمة، عم تقدمي فعلا حفلات موسيقية في سوريا وجميع البلاد العربية. شكرا كثير لك. شكرا لك حنين، واكيد الشكر موصول لاهلك اللي هن الدعم الاساسي لك. شكرا لك. شكرا.